الأصدقاء، في هذه القضية ديال الفوركس وهاد الأرباح ديال الفوركس، البارح جاني واحد ليميل من واحد الشركة وفيها واحد لوفر. كونتاكتوني عن طريق القناة يوتيوب ديالي، مع فيها 400 ألف مشترك، أكثر من 400 ألف. في هذه القضية ديال الفوركس، هو دابا هادو أوفروا لي هاد لوفر هذا ب 400 ألف مشترك. إلا قلنا كاع لو مينيموم أنني دخلت لهم 200 كليون، اللي هو عدد قليل بزاف، غالبا غادي يكون اكثر، غادي يكون 1000 ولا شي حاجه يقدروا يتسجلوا. شو على 200 نقدر نجمع 15000 دولار. دونك باش تعرفوا ان هذوك الناس اللي كيسوقوا هادشي ديال الفوركس رابحين، ولكن ماشي رابحين بالفوركس، رابحين بهادشي، بهاد الافيليات بروغرام تخربع. فلوفر تيعرضوا عليا انني ندير بارتنرشيب معاهم، يعني نسوق المنتوج ديالهم ديال الفوركس بالمقابل. دونك اجي نشوفوا شحال كيربحوا الناس في بحال هاد لي زوفر ديال التسويق الفوركس وهاد التخربيق هذا. العرض ديالهم هو بارتنرشيب وفيها بونيس ديال 2000 دولار، هادي غير مع البداية. الا قبلتي العرض ودرتي فيديو معاهم تيعطوك بونيس ديال 2000 دولار. دابا نجي نشوفو شحال غنتخلص على كل واحد غادي يدخل معايا في هاد شوفو شحال غادي نربح الا دخلت 200 شخص تسجل من الكونت ديالي، يعني من الفيديو ديالي اللي في يوتيوب، مع عندي 400 ألف. دونك نقولوا 200 واحد اللي تسجل، واخا هو عدد قليل يقدر يكون اكثر بزاف. دونك في 200 ألف عندي 15 دولار على كل واحد دار تريد، عندي 3300 دولار، هادي بوحدها من غير ديك ال2000 اللي غيعطوني في الاول. وعاد عندي عاوتاني 50 دولار على كل واحد حط 100 دولار، يعني في دوك ال 200 واحد غادي نجمع 11000 دولار. الدراري الا كثروا عليا بحال هاد لي زوفر هادو راه ما نضمن لكمش، واحد شويه غتلقاوني داير فيديو بحال هذا. لاج ديالي مازال صغيره ووصلنا هادشي كامل، لي شين دو لوكس، لي فواتور دو لوكس، لي مونتر دو لوكس، عايش كيف كنقولوا لا في دو لوكا. بزاف ديال الدراري في الفي اي بي كيضربوا العاخه كل نهار. نسالي الا كنتي كتشوف هادشي كامل وكتقول نزار كيفاش كيدير هادشي وكيفاش كي افونسي كيفاش كيضرب العاخه كل نهار، واش هادشي مضمون؟ واش كذا؟ هاد لا فيديو لخصها باش نجاوبكم على كاع الاسئله ديالكم. ملي تشوف هاد لا فيديو الدراري بلا ما